هذا ما ستفعله مصر في حال فشل مفاوضات سد النهضة. وزير الري المصري يكشف مفاجآت جديدة. كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري إن المحادثات بشأن سد النهضة لم تحرز تقدما ملحوظا، ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة. وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية إن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وفقا لمخرجات اجتماع الاتحاد تستغرق أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول مضى دون اجتماعات. وقال المهندس محمد السباعي في تصريحات صحفية: بدأنا منذ أول الأيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر. وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية: ومع انتهاء المفاوضات حينها ستتضح ملامح ما توصلنا إليه حول وجود نقاط طلاق من عدمه. وعن ماذا ستفعل مصر في حالة فشل المفاوضات؟ أوضح المهندس محمد السباعي أنه حال عدم التوصل لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري سيتم إحالة الملف مجددا لموجه الدعوة للمفاوضات ألا وهو الاتحاد الإفريقي، وأن مصر ستطلب تدخل الاتحاد الإفريقي من جديد. وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية أن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت، لكنه في ذات الوقت مرن، وفي كل الجلسات تكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها. ونفى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات، لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحث على الأهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب.